السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة سفيان الحوزي تي في، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم. تحياتي لكم جميعا دون استثناء، وكنعتذر لكم على طول الغياب لكثرة المشاغل، فاحنا كنستأنسوا بالتعليقات ديالكم والبارطاج ديالكم. فتحياتي لجميع المتابعين كبير وصغير ورجال ونساء. اليوم بغينا نبارطاجيو معكم هذا الخير ديال الفيومي، اللهم بارك. طلب الله ييسر لجميع المربين وجميع اصحاب مشاريع الدجاج كميه وفيره تبارك الله، ولاو تيعطيوها في النهار ديال البيض. انا نبارطاجيو معكم، ولينا تنعاونوا ليهم حتى بالفصاء تنعطيوها ليهم بالربيع. ها كيما كتشوفوا نبارطاجي معكم قبل ما نعطي العلف جيكي ياكل راسه. اللهم بارك الاخوان، الدجاج المقاوم. اجي العلف الروسه. نعطيهم العلف الاخوان. خلط لي من الاخوان الشعير والعلف ديال البياضه 53 العام. نعاود لهم بالفصة الاخوان حتى هي كياكلوها، باش نقص لي شويه العلف. كما كتعرفوا راه العلف غلا بزاف، تزادت تقريبا 20 درهم في الخمسه. دابا يحيد العلف هو الاول عاد ياكلو الفصة. اللهم بارك. دجاج نشيط مقاوم بامتياز، دجاج يعني ديال البيض، ولو ان بزاف ديال المربين كيعيبوا عليه صغار البيض، لكن صراحه دجاج مقاوم للامراض وحتى العلف، يعني ما تياكلش يعني ما تيستهلكش بزاف لانه ما تيسمنش كما كيعرفوا الاخوان. بالنسبه للبيض وبالنسبه للامراض يعني الجميزات ما يقدرش شي واحد ينكرهم، انه دجاج بياض بامتياز ودجاج مقاوم للامراض. الجميزات ما يقدرش اي مربي ينكرهم، سواء حيد الفيومي سواء عنده سلالات اخرى كيدير لها الاشهار، لكن الجميزات في الفيومي ما يقدرش واحد ينكرهم، انه دجاج تبيض ودجاج مقاوم للامراض، يعني دجاج صلب بمعنى الكلمه. يعني كانت عندي عده انواع ديال السلالات وداز عندي المرضى العام كما بارطاجيت معكم بزاف ديال لي فيديو، لكن الدجاج اللي قاوم وصبر هو الفيومي. هذه كلها تقريبا يعني التفقيصه ديالي، يعني غير ديك المجموعه الاولى اللي كتشوفوا دابا الدجاجات كيبانوا كبار، هي اللي كانت عندي قديمه. اما هاد العتادك دابا اللي بداو يبيضوا مؤخرا، يعني كلهم التفقيصه ديالي. اللهم بارك الاخوان. البياضة ديالهم اللهم بارك الاخوان. نجيبو عليهم البيض. Thank you.
دابا اللي هاد البيضيه تتبيض راه كيكون البيض ديالها صغير، لكن ملي تستخدم دابا هادي هاد البيض، يعني راه شنو الفرق بينه وبين البلد؟ يعني ما كاينش واحد الفرق كبير. ملي عاد تتبدا تبيض راه كيكون البيض صغير، هادي متفقين فيها. دابا هادي مثلا نقول يلاه بدات تبيض، هادو مثلا كاع هادو اللي صغار كاع الاخوان يلا بداو يبيضوا، لكن البيض تيتغير يعني الكبر يعني تيكبر. مرحبا به التفقيص اللي بغى العتوبات، مرحبا. كما كتشوفوا البيض يعني راه كيتغير، يعني فحال مثلا اللي كتكون صغيره كتكون يلاه بدات تبيض، بحال دابا هذه راه باينه بيضه كبيره. يعني هذه يعني شنو الفرق بينه وبين البلدي؟ هذه مثلا كذلك شنو الفرق بينه وبين البلدي؟ خاصني نزيد نمشي وكالات حيت ما حطيتش ليه هنا، غنزيد من الفلة. نورمالمون كنحط ليهم هنا هادو، نحط ليهم في هادوك، غير بغيتهم باش يتجمعو. حطيت ليهم غير في جوج، حطيت ليهم غير في جوج كالات. واحد وحدين فين طلعو الفوق، ربما شبعانين ولا شبعو. حاجه الاخوان ديال البيض او العتوبه فمرحبا به، الرقم هو تيبان لكم في الشاشه. تحياتي لكم جميعا دون استثناء، جميع المتابعين الاوفياء لقناه سفيان الحازي تيفي. نراكم في فيديو قادم بحول الله وقوته.